أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو أجيال. نحن معكم عبر 11 موجة في محافظات فلسطين، رام الله والقدس 103.4 FM، وأيضا في البث المباشر عبر صفحتنا على فيسبوك. إذن نحيي كل من ينضم إلينا في هذه المتابعة الخاصة لتداعيات أزمة فيروس كورونا. لأول مرة منذ سنوات طويلة العالم يلتف حول سؤال واحد: متى ستنتهي أزمة كورونا؟ ويؤرقه أيضا هم ما بعد الوباء. الصين أعلنت أنها تعافت من كورونا وسط تخوفات من العدوى العكسية. أوروبا تفشى فيها الفيروس بشكل مخيف، خاصة في إيطاليا وإسبانيا، والآن المؤشرات تقول إن هاتين الدولتين على أبواب تخطي ذروة تفشي الفيروس، فيما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا الفترة الأصعب والأشد ألما في تفشي كورونا. هنا في فلسطين وفي الدول العربية عموما هناك تصاعد في أعداد الحالات المصابة، لكن لا يمكن الجزم بأننا ذاهبون باتجاه الذروة كما حصل في دول أخرى. سنجعل سؤال متى ينتهي الوباء معلقا إلى آخر هذه المقابلة، باعتبار أن الإجابة عليه مرتبطة بعاملين أساسيين: الأول موعد الإعلان عن لقاح ضد الفيروس عالميا، وأيضا قضية الإجراءات الحكومية المتبعة لمواجهة انتشار الفيروس من حيث مدى نجعتها وأيضا موعدها، وهو ما يتصل مباشرة بالحديث عن سياسات الصحة في الدول في الفترة الراهنة وأيضا ما بعد الوباء. يسعدني في هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا من مصر، بالدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية والمستقبل. أهلا بك دكتور إسلام، تنضم إلينا من القاهرة عبر سكايب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. سعد مساك. سعيدين جدا باستضافتك اليوم عبر أجيال، وإن شاء الله أنه نقدر نجاوب على الأسئلة اللي بتراود أذهان الناس حاليا في هذه الأزمة العالمية. يعني برأيك دكتور إسلام، ما الذي كان بيد الحكومات ووزارات الصحة حول العالم وأيضا منظمة الصحة العالمية أن تفعله حول يعني لمحاربة انتشار فيروس كورونا ولم تفعله، وهو ما أدى بنا بنهاية المطاف إلى هذا الانتشار الواسع للوباء الذي سيخلف يعني أزمة صحية واقتصادية حقيقية حول العالم؟ السلام عليكم الأول، مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين والمشاهدين في فلسطين والوطن العربي. أهلا وسهلا فيك. لو خدنا الحكاية من الأول، من آخر شهر 12 وشهر يناير، هنلاقي ان كان دايما في بطء قليلا يعني من منظمة الصحة العالمية ان احنا نصعد الموضوع، وكان غالبا اقتصادية، يعني خوف ان لو تسبب حالة ذعر عالمي الاقتصاد هينهار. فابتدينا نلاقي ان يعني حتى لما ابتدينا نوصل للاساسيات بتاعة وباء عالمي كان في تأخير قليلا من منظمة الصحة العالمية. ده أدى إن بعض الدول استهترت تماماً بالموضوع، بعض الدول ما كانتش يعني عاملة حساب تماماً إن ممكن يبقى في وباء عالمي، بعض الدول استعدت. فدول زي كوريا الجنوبية، زي سنغافورة، الدول القريبة من الصين كانت بتعمل إجراءاتها من بدري. هنلاقينا كوريا الجنوبية وسنغافورة مثلاً من أول شهر يناير خدوا كل الاحترازات، ابتدوا يعملوا التحاليل، ابتدوا يحطوا المقياس على المطارات للحرارة وهكذا. دول زي أوروبا وأمريكا كانت دايما وغالبا يعني يدا بيد مع منظمة الصحة العالمية لغاية ما أعلن الوباء العالمي، وكان متأخر، وكان بعد ما حركة الطيران مكثفة للغاية ولم تخف في أوروبا وأمريكا. فبالتالي أوروبا طبعا السفر فيها حجمه يعني كبير جدا ما بينهم وبين بعض وما بين أوروبا نفسها وبقية الدول، فانتشر سريعا. فرأيي لو الأنظمة الصحية تأخرت، في بعض الأمثلة للتأخير، يعني زي أمريكا متأخرة جدا، أوروبا إلى حد ما متأخرة برضو، آسيا كانت أحسن شوية في الميجرز. عموما إحنا في الشرق الأوسط حركة السفر كانت أقل شوية ما بيننا وما بين آسيا، فالانتشار أقل، زائد إن في عوامل أخرى طبعا كثيرة في موضوع الإجراءات الصحية، إن إحنا خدنا إجراءاتنا يعني إحنا خدنا إجراءاتنا أكشلي أفضل من أوروبا. نعم صحيح. إيطاليا اتأخرت جدا في الإجراءات مثلا، وشفنا تداعيات. ده احنا دايما بنصنف اي رعاية صحية لثلاث حاجات: ايه الموارد اللي هم عملوها للأزمة، ايه اللي بيسموها الريسورسز، ايه البروسس، ايه الاليات بتاعت الأزمة، وفي الاخر نشوف الاوتكم، ايه النتائج بتاعتها.
وبالتالي نقعد نقارن ما بين كل نظام صحي والآخر. فده في رأيي يعني سبب التأخير، وسبب اللي احنا شايفينه حاليا من تفاقم الأزمة يعني بطريقة كبيرة جدا في أوروبا وأمريكا، وابتدت تنحسر في معظم دول آسيا، واحنا لسه يعني ما قبل الذروة في منطقة الشرق الأوسط. نعم، طيب إلى جانب موضوع التأخر في فرض الإجراءات، أيضا موضوع تفشي الوباء يعني طرح علامات سؤال على موضوع النظم الصحية حول العالم، يعني ما قبل انتشار الوباء، بأنه هل يعقل بأنه أنظمتنا الصحية، مناش نحكي بالدول العربية، خلينا نحكي عن الدول المتقدمة والمتطورة التي يشاد ب يعني أنظمتها الاقتصادية والصحية وما إلى ذلك، أنه لم تكن مهيئة للتعامل مع هكذا وباء؟ يعني هل بالفعل أنه الوباء هو مفاجئ وبالتالي كان من الصعب جدا أن يتم التعامل معه، أم أن هناك ثغرة في عمليا الأنظمة الصحية المتبعة بهذه ده الأيام؟ صحيح، ده صحيح. يعني العالم كأنه اتفاجأ مفاجأة كبيرة جدا ان هو محتاج سيرة رعاية مركزة. احنا نعم بنتكلم كمان على دول زي مثلا فرنسا، النظام الصحي الأول على مستوى العالم، إيطاليا كانت مصنفة رقم 2 على مستوى العالم. بس لما نيجي نبص على مخصصات الصحة اللي كانت الدول بتحطها، هنلاقي ان لو اتكلمنا من اقلهم في افريقيا في الشرق الاوسط، نتكلم على من 1 لـ3 من الناتج القومي المحلي، ده نعم مخصص الصحة. اوروبا مش احسن حالا، اوروبا 8-9%، امريكا اكبر مخصص صحي وصلت ل 18%. بس هي كل الدول كانت بتحط كل مخصصاتها بافتراض ان هيبقى في حرب، حتى لو كانت حرب كيماويه، حرب بيولوجيه، حرب من الارهاب، ولكن ما كانش يجي يخطر في بالهم ان الحرب دي تيجي من كائن يعني تحت الميكروسكوبي، فيروس ممكن يقضي على كل مع الكم انه من عندنا المعدات تاريخ، البشريه يعني والوحيات. مع انه عندنا تاريخ طويل بالتعامل مع الأوبئة. طويل جدا يعني، واوروبا مش بعيده عن هذا الموضوع. اوروبا حصل فيها يعني الطاعون تقريبا 6-7 وباءات في الفتره اللي فاتت، منهم الطاعون الاسود مثلا سبب في موت 200 مليون شخص في اوروبا. وعلى فكره هو كان جاي من الصين الطاعون الاسود، واول بلد اصيبت كمان كانت ايطاليا. برضه من الصين فعموما ده فضح، عموما رأيي ان الموضوع ده فضح الانظمه الصحيه على مستوى العالم. نعم وبعد كورونا متهيألي محتاجين نبص نظره مختلفه تماما على المخصصات اللي بتتحط للصحه وللبحث العلمي كمان. نعم بس بما أنه ذكرنا الأوبئة تاريخيا، يعني وباء كورونا أقل فتكا من الأوبئة اللي شهدناها على مدار التاريخ، يعني زي الطاعون وبعدين يعني بكثير الانفلونزا من أمثلة الاسبانيه والكوليرا وما إلى طبعا ذلك. طبعا، والكوليرا. هي الفكره في ان حصل تمدن، يعني راي العولمه والجلوبلايزيشن اللي حاصل هو اللي سبب الانتشار. احنا ما كانش عندنا حركه سفر كبيره في الاوبئه اللي فاتت، فحتى مع انه هو اشد فتكا في عدد الوفيات، هو صحيح سريع في الانتشار، لكن احنا عندنا حركه سفر ما كانتش موجوده في اي وباء قبل كده. نعم وخصوصا ان هي معظم الاوبئه يعني طلعت، يا اما طلعت من المنطقه بتاعتنا في الشرق الاوسط على فكره، ويعني اول وباء سجل في التاريخ كان سجل في مصر في مومياء من ايام الفراعنه نعم سنه 500 قبل الميلاد. في وباء تاني سنه 500 كان ما بين فلسطين ومصر. لكن كل اللي كان بيحصل في الاوبئه كانت حركه سفر قليله بتخليه انتشاره قليل. دلوقتي السفر الكثير، خصوصا ان الصين 30% من اقتصاد العالم، فكل الصادرات والواردات وكمية طيران مش طبيعية من السفر. يعني على سبيل المثال، مصر كان بيخشها كل شهر 50,000 مواطن صيني كل شهر، نعم فدي حركة سفر ما كانتش موجودة زمان تماما، وده سبب الانتشار الكبير. يعني نعم طيب إذا بدنا نعمل يعني مقارنة ما بين الدول من حيث تفشي الفيروس، أنت ذكرت بخلال حديثك أنه إحنا بالدول العربية عمليا بمرحلة ما قبل ذروة التفشي، واليوم عم نشوف تصاعد في تسجيل أعداد الإصابات وكمان أيضا ببعض الدول العربية من حيث أعداد الوفيات، ولكن هل هذا يعني بالضرورة أنه سنصل إلى الذروة، أم أنه ممكن أن ينتهي الأمر عند هذا الرقم من تسجيل الإصابات؟ نقطة كويسة جدا. احنا اللي شفناه في العالم هو 3 أمثلة. في مثال بيسموه الذروة، اللي بيوصل ذروة حادة، المنحنى بتاعه كبير وبتوصل لذروة حادة، ده زي إيطاليا وزي أمريكا وزي أوروبا عموما. ده معناه إن بيبقى فيه تصاعد أسي بيسموه exponential growth، يبتدي التصاعد يبقى مش عادي ويكبر بطريقة مش طبيعية، لغاية ما يوصل لذروة حادة جدا. بعد كده يبتدي يوصل لمرحلة بيسموها الهضبة، البلاتو، يمشي بنفس النسبة كل أسبوع كده يبتدي ينحسر.
في منحنى تاني، منحنى منخفض، والذروة بتاعته حتى مش حادة، ذروة منخفضة، والهضبة بتاعته البلاتو بتاعته قصيرة، نعم بعد كده يبتدي ينحسر. ده اللي احنا فيه حاليا. في طبعا التالت في النص، احنا اللي فيه حاليا هو ده. كل الشرق الاوسط نستثني ايران كلها في المنحنى المنخفض، فاحنا بنامل ان الفتره اللي جايه دي ان احنا ما نعديش المنحنى ده، ويبتدي الانحسار يبدا بعد اسبوعين لثلاثه من دلوقتي. طبعا هو الانحسار برضو مبني على كذا عامل، نعم يا اما عامل احنا ما لناش ايد فيه، هو عامل ان تيجي عوامل طبيعيه، او ان ربنا يشاء ان الفيروس يختفي. ده حصل في سارس مثلا، سارس بدون تدخل البشر تماما اختفى من وجود، ودي حاجه بتحصل كتير مع الفيروسات والاوبئه. يحصل أتربة، يحصل موجات مثلا مطر عنيف، يحصل حاجة تغيير في الميوتيشن أو تحول للفيروس يبقى ضعيف، دي حاجة بتاعت ربنا مش في إيدينا. أو إن إحنا يبقى عندنا فيروس، سوري، فاكسين، مصل أو تطعيم، وبكده ندي كل الناس الأصحاء ما يجيلهاش، أو يبقى عندنا علاج ناجع ونافع نديه لكل الناس المرضى، فبالتالي نقدر إن إحنا نسيطر عليه. أو الحاجة التالتة، نكسر السلسلة بتاعت الانتشار بتاعت الفيروس عن طريق إن مفيش اتصال ما بين شخص مريض وشخص سليم. وده اللي حاليا في ايدنا، لان كل العوامل التانية يعني احنا لسه ما عندناش مصل، اللي هو الحجر يعني. العلاجات، الحجر، العلاجات لسه ما فيش علاج ناجع، علاجات بسيطة، والفيروس ما بيتحورش للأسف الأضعف، اللي احنا شايفينه عمال يتحول لأشد ضراوة يعني. وهل من الممكن أنه يحدث في طفرة جينية كما شاهدنا بكتير تحليلات وتوقعات أنه يصير في طفرة على الفيروس؟ يعني لسه ما فيش حاجه مؤكده. احنا التو سترينز او الفصيلتين اللي تؤكدوا هما ال والاس، وبرضه حتى لسه تحت الدراسه، واحده اشد ضراوه موجوده في اوروبا وامريكا، والتانيه الاخف الموجوده في الشرق الاوسط وفي اسيا، بس لسه حتى دي ما تاكدتش. عموما الفيروسات بتتحور للاضعف، يعني نعم انفلونزا الخنازير، الطيور، السنه لما بتيجي الويف التانيه، تاني موجه، بتيجي اضعف. السنه دي مثلا في ناس كتير مثلا عم جالهم انفلونزا الخنازير وما كانش فيه وفيات قوي، مع ان انفلونزا الخنازير كانت قاتله، كان نسبه الوفيات فيها عاليه جدا. وده اللي احنا بنشوفه ده من الفيروسات، ونامل باذن الله ان الموجه الاولى دي تختفي بسرعه، والموجه الثانيه يبقى احنا ما عندنا مصل، او تيجي اشد ضراوه يعني، سوري، اخف ضراوه. نعم يعني طبيعة الفيروس كمان راح تبين خلال الأشهر القادمة مع بلوغنا فصل الصيف، بأنه إذا كان موسمي يفترض أنه يختفي مع ارتفاع درجات الحرارة، وإحنا أصلاً بلشنا يعني بارتفاع درجات الحرارة، مظبوط؟ يعني كان نفسنا الفرضيه دي تطلع الاحتمالات بتاعتها قويه، بس للاسف يبدو لا أنه عم دلوقتي. تضعف الآن. لان هو عموما لما اعلن وباء عالمي، واعلن في نص الكره الشمالي والجنوبي، يعني في البلاد اللي كان فيها صيف والبلاد اللي كان فيها شتاء، وبلاد الخليج، وحتى لو كان ما كانش فيها الجو بارد الفيروس انتشر برضه، فغالبا هو مش موسمي، وغالبا مش بيتاثر بدرجه الحراره يعني، للاسف يعني. نعم. طيب إذا كمان عشان عملنا مقارنة مع الأوبئة السابقة تاريخيا، اليوم إحنا بكل الحكومات اتبعت اللي هو موضوع الحجر والإجراءات، خلينا نسميها بين أقواس أمنية، لأنه في قرار وإجبار للمواطنين إنهم يضلهم جوا البيوت كإجراء احترازي، هو العلاج الوحيد المتوفر حاليا لمنع انتشار الفيروس. سابقا هل كان يتم التعامل مع يعني الاحتواء الأوبئة بهذه الطريقة، أم أنه كان في طرق أخرى تتبع؟ لو اتكلمنا في العصور السحيقة، كان غالبا الوباء بيظن بيه ان هو غضب من ربنا او من الآلهة، نعم وبيتم التعامل بيه بتقديم قرابين، الناس مش عارفة هو ايه، لغاية ما يبتدي يكتشف العلماء على بساطتهم ان ده مرض، بيبتدي التجربة بينهم ان يعرفوا ان غالبا معظم الأوبئة نتيجة عدم نظافة، يعني يا اما نتيجه مخلفات حيوانات موجوده في الاكل، شخص بيتعامل مع حيوانات، موجود في حيوانات بكثره، وهكذا. نعم فلما عرفوا ان النظافه هي الحل، ابتدى دايما يبقى كل الامراض بالنسبه لهم الحل بتاعها هو البعد، حرق الجثث والنظافه. فحتى ايام الطاعون كان القريه اللي فيها طاعون تتقفل، ما ينفعش حد يخرج منها، وللاسف كان القريه كلها بتموت، يعني انجلترا لوحدها فقدت 1000 قريه في الطاعون. القرية كلها برجالها، بستات، الأطفال، الشيوخ، والبيت اللي كان بيبقى فيه الوباء عامة، مش الطاعون بس، أي وباء كان بيتعلم عليه علامة إكس، إن الناس دي محدش يتعامل معاهم، ما يهربوش من البيت، وكان للأسف في عنف إن لو خرجوا من البيت يتقتلوا، والجثث كلها لازم تتحرق. ده كانت الطريقة الوحيدة زمان، إن ما كانش فيه ولا فيه أمصال ولا كان فيه علاجات للأسف يعني.
لغاية ما الفيروس ياخد الانتشار بتاعه ويخلص لوحده برضه. نعم. طيب الآن بالحديث عن موضوع المصل والتطعيم، وبنعرف يعني سباق الدول لتطوير هذا اللقاح، يمكن احنا كمان تناولنا هذا الموضوع في لقاءات سابقة مع أطباء، وكان في حديث عن اللي هو مقارنة ما بين العمل الصيني والعمل الأمريكي على تطوير اللقاح، وهم أبرز دولتين اليوم عم بيشتغلوا على تطوير اللقاح، في مقارنة حتى من حيث يعني منطق العمل على تطوير هذا اللقاح. يعني أنت حسب مراقبتك شو بترجح؟ يعني شو اليوم ترجيحات بتشير إلى أنه مين ممكن يطلع اللقاح أولا، وممكن مين اللي ممكن كمان يطور اللقاح أكثر نجاعة في التعامل مع فيروس كورونا؟ خلينا نبتدي بأن اللقاح عموما بيمر بمراحل كتير قبل ما يتجرب على البشر وقبل الناس تاخده في بعد الابروفلز، يعني بعد نعم الموافقات على التجربة على الحيوانات، بعد الحيوانات التجربة الأولى على البشر فقط للسلامة، بشر أصحاء ما عندهمش أي مشكلة. بعد كده المرحلة الثانية عشان نعرف الدوز المناسبة، الجرعة المناسبة قد إيه، والمرحلة الثالثة هي فقط للتأكيد، ودي بتبقى أطول مرحلة. بعد كده بيبتدي ينزل في الأسواق. في العادي في الأيام العادية بدون كوارث الموضوع ده ممكن ياخد 10 سنين، ممكن ياخد 15 سنة. مهم. في الأوقات اللي احنا فيها بيتم تسريحها عن طريق حاجة اسمها فاست تراك، سواء في الـ FDA أو برايم اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي، وبتبقى في حدود 18 شهر. في ال 18 شهر دول دي الفترة اللي كل الشركات حاليا بتحاول تجري إن هي تخلص المصل خلالها. نعم الشركة اللي هتطلع المصل الأول مش هي اللي معناها هتاخد هتوزع المصل على العالم كله، لأن العالم المليارات اللي موجودة مش هيكفيهم شركة واحدة تعرف تعمل لهم السبلاي، تعرف تعمل إمداد. فبالتالي كل الشركات اللي هتطلع أمصال كلهم هيشتغلوا، حتى لو كان في شركات هتبقى المصل بتاعها ناجع ونافع جدا والتانية لا. عادة التكنولوجي هي اللي بتفرق هنا، الناس يا إما بتشتغل على الجينات بتاعة الفيروس إن هو تخليه واهن يعني ضعيف، مهم. أو إن هي تخليه ميت تماما، أو إن هما يشتغلوا على البروتين فقط. احنا بندي شخص سليم الفيروس بس بنشيل منه المواد الضاره بتاعته اللي بتخليه يأذي عشان الجسم يتعرف عليه نعم ويفتكره فيروس، بس هو فيروس خفيف واهن ضعيف، فيطلع له انتي بوديز مضادات اجسام ويتغلب عليه بسهوله. بس خلاص هو طلع له انتي بوديز، لو جاله الفيروس بقى تاني اللي هو القوي نفسه خلاص هو الجسم بقى جاهز. نعم فالتكنولوجي بتاعت تصنيع فيروس واهن عشان يخش الجسم هي دي بتختلف. أمريكا عندها خبرة أعلى بكتير من الصين في الفاكسينيشنز، يعني عموما في تطوير الأمصال. الشركات اللي بتشتغل في أمريكا شركات عندها مئات السنين من الخبرة في إنتاج أمصال. نفس الكلام يعني هو اللي يجي بعديهم على طول، يعني هي أمريكا تيجي رقم واحد، الصين تيجي بعديها على طول فرنسا. الشركة الفرنسية برضو عندها خبرة أكتر من 100 سنة في إنتاج أمصال، وحاليا هي هتبتدي تخش في التجارب على البشر. في رأينا إن غالبا كل الشركات اللي هتنتج أمصال كلهم هيشتغلوا، سواء كان الشركات الأمريكية وهم شركتين، سواء الشركة الموجودة في الصين، الشركة الموجودة في فرنسا، وفي ألمانيا في شركة كمان. نعم، ولكن يعني كل الترجيحات إنه هذا الإشي ما رح ينجز قبل 10 أشهر على الأقل، مظبوط؟ بالظبط كده، بالظبط كده، للأسف. يعني هل هذا يعني بأنه رح نستمر بالأزمة خلال 10 أشهر حسب توقعاتك؟ يعني أنه رح نستمر بهذا الكم من الإجراءات اللي هي عمليا صعبة بكل الدول، اللي رح تخلف خسائر اقتصادية كتير فادحة وخسائر صحية أيضا بالقطاع الصحي، اللي رح تواجه القطاع الصحي نفسه ما بعد كورونا كمان رح يواجه أزمة في التعامل مع المرضى لديه، المستشفيات الحكومية رح تكون مترهلة وما إلى ذلك. هل هذا بيعني أنه إحنا رح نضلنا على مدار 10 أشهر إلى حين إنتاج اللقاح بهاي الحالة؟ ان شاء الله لا، لان هو المصل هو وسيله من ال4 وسائل لانحصار الفيروس، نعم فاحنا لسه بايدنا الطريقه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، موضوع ان احنا نكسر سلسله الانتشار عن طريق الحجر. لو عرفنا نعدي البلاتو او الهضبه دي عن طريق الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي مسافه مترين ما بين شخص والاخر، وابتدى الفيروس في الانحسار، نعرف نعكس عمليه تعليه الاحترازات. يعني احنا علينا الاحترازات مرحله بعد مرحله، نعم المفروض ان لو عرفنا نكسر الذروه دي في خلال مثلا 2 أسبوع دلوقتي او 3، نبتدي نعمل دي اسكليشن، يعني نبتدي نقلل الاجراءات الاحترازيه واحده بعد واحده. واخر حاجه بتكون طبعا هي فتح المطارات والمعابر عشان ما بقاش فيه سفر تاني.
ولكن حتى عرفنا نعمل يعني مع كده هيبقى في خلال شهرين. نعم حتى مع تقليل الإجراءات الاحترازية بضل في خوف من العدوى العكسية كما الآن موجود بالصين. يعني الناس عم بتقول إنه في خوف الآن بعد ما رجعت الحياة بنسبة 30 ل 40% اشتغلت بالصين وتحديدا في مدينة ووهان اللي هي كانت بؤرة تفشي الوباء، إنه يصير في عدوى عكسية بين المواطنين، فبضل هذا التخوف موجود. ده هيفضل موجود لغايه ما يبقى فيه مصل، يعني ده اخر اجراء احترازي، فكره ان احنا نخلي الناس تنتقل تاني ده نعم اخر اجراء احترازي، بس على الاقل هيبقى الاقتصاد يقدر ان احنا نتعامل اقتصاديا، ويبقى فيه تجاره، يبقى البنوك شغاله، البورصه شغاله، لان حجم الخسائر الحاليه واللي هتحصل لو ما عرفناش يعني حصر نعم الفيروس خلال اسبوعين من دلوقتي هتبقى فادحه للغايه. سؤال أخير رح نتطرق له دكتور إسلام قبل ختام هذا اللقاء، هو بموضوع احنا حكينا فيه ببداية المقابلة، إنه كيف الوباء عمليا كشف عورات موجودة بالنظام الصحي لمواجهة هذا النوع من المخاطر الصحية، وذكرت إنه يفترض الآن بالحكومات بعد انتهاء الأزمة أن تراجع يعني سياساتها الصحية. برأيك شو هي الأمور اللي يجب الانتباه إلها في عمليا مراجعة السياسات الصحية إذا ما أخذنا مثلا مصر يعني مثالا أو الدول العربية مثالا؟ هي مش هتفرق من الدول لدولة، معظم الدول عندها نفس المشاكل تقريبا، نعم ومتهيالي وأول حاجة محتاجين ينتبهوا ليها هي المخصص الصحي لوزارة الصحة وللنظام الصحي عموما من وزارة المالية ومن رئاسة الوزراء في كل البلاد. وإحنا كنا دايما بنتفرج على وزير الصحة في أي بلد، سواء من أمريكا، في إنجلترا، في بلادنا العربية، وهو بيتخانق كل سنة عشان يزودوا له الميزانية بتاعته، وكان وعندنا دايما هون بيفشل في بفلسطين حاجة. كمان نفس الحالة. فده متهيألي الحاجة اللي احنا محتاجين ما نشوفهاش تاني، نعم وخصوصا في المستشفيات. يعني احنا بنقول الأنظمة الصحية فيها نظام ABCDE، الـ A هو الأكسس، يعني اللي هو الوصول للشخص للمكان الصحي عشان يعرف يتعالج، ده عندنا قصور فيه في العالم كله اللي اكتشفناه، مش بس الدول العربية. الـ B هي الـ Best Quality، انه يقدر ياخد خدمة صحية كويسة. السي هي الكوست، ان هو ما يدفعش فلوس كتير عشان ياخد الخدمه دي، ويستحسن ما يدفعش فلوس اصلا. الدي ان هو يبقى ديفرنشيتد لكل بلد عن البلد التانيه، مختلف، نظام صحي مهيئ. النظام الصحي في فلسطين ما نعم ينفعش يبقى زي مصر، ما ينفعش يبقى زي السويد. واخر حاجه يبقى افكتيف، يعني الشخص اللي رايح يتعالج يتعالج، وده اللي احنا شايفينه حاليا. في نقص في اسره الرعايه المركزه، في عدم وجود خطه، بقى دي المهمه نقص جدا، في عدم وجود خطه الكمامات مشتركه، يعني مش أزرق. كمامات، وكل اجهزه تجهيز المستشفيات كله فيه مشاكل. يعني ولو حاجه دوليه بقى، احنا ما فيش بيننا تنسيق بين دول العالم. لما حصل المشكله دي اكتشفنا ان كل دوله بتقول يلا نفسي، انا هاخد كماماتي واخد حاجاتي لنفسي، وما فيش تعاون. منظمه الصحه العالميه متهيألي محتاجه تغير سياساتها تماما، لان التاخير اللي حصل ده حتى لما اعلن الوباء العالمي ما طلعوش ستيتمنت، ما طلعوش ورقه نعم تقول كل الدول محتاجين يعملوا ايه مع بعض، سابوا كل دوله تعمل اللي عايزاه. وأيضا فدوله بموضوع قفلت الموازنات المخصصة لمحاربة الفيروس، يعني قيل إنه بالظبط. هي كمان ميزانيات جدا قليلة. المنظمة الصحة العالمية قالت إن هي محتاجة 350 مليار، ده رقم يعني 350 مليون قصدي دولار، رقم رقم هزيل هزيل. جدا، هزيل جدا إن هو يقدر يتغلب على وباء. نعم إحنا حاليا محطوط أكتر من 5 تريليون دولار. لو كان فرق شاسع. الفرق شاسع جدا، فلو كان من الأول كانوا عرفوا إن هو يعلنوا بسرعة نعم ويطلعوا ستيتمنت أوف ورك سريعا، كل يعني مثال، دي حاجة محتاجة برضه تتغير في الأنظمة الصحية. آخر حاجة وأهم حاجة البحث العلمي. احنا سايبين البحث العلمي كله للشركات الخاصة، ومن حق الشركات الخاصة طالما هي اللي بتعمل بحث علمي تبقى هادفة للربح. فاحنا ما بنشوفش يعني بحث وتطوير أدوية للوبائات على قد ما بنشوف للأمراض النون كوميونيكابل زي الضغط والسكر، الأمراض المزمنة. لكن كل الوبائات والفيروسات التطوير بتاعها ضعيف جدا. على أساس إنه أكبر هاي بلد كل قديش وقديش راح تصير، وبالتالي ما مش مربحة بالنسبة للشركات. بالظبط كده، بالظبط كده. فانت هتلاقي اكبر دوله بتشترك في الموضوع ده هي امريكا، مخصص بتاعها كدوله جوه البحث العلمي اقل من نعم 50%، والباقي متروك للشركات برضه. يعني بنتمنى فمتهيألي إنه ده نعم بنتمنى إنه هاي الأزمة تكون يعني على علامة فارقة بتاريخ التعامل مع القطاع الصحي نحو الأفضل إن شاء الله، ان شاء ونتمنى الله أنه باذن تنتهي الله. الأزمة على خير، ونتمنى لكم السلامة أيضا لكم بمصر. شكرا كثير لك دكتور شكرا. إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة في جامعة مصر الدولية والمستقبل. شكرا كثير لك على كل هاي المعلومات، يعطيك ألف عافية. شكرا لك، شكرا.